امتحان اللاب الخاص بمادة الهياكل ده سؤال عن الستاك. عندنا تو كلاسز جاهزين، في كلاس عن النود وفي كلاس عن الستاك. يعني ده كلاس اللي بقول ان كل نود لها element وفيها next، وكل ستاك فيه مجموعة من الدوال، وطبعا عنده التوب وعنده السايز. هنشوف الحاجات ديت. اللي هنا رايت ميثود، اكتب لي ميثود اسمها سيرش. دالة سيرش يعني بحث. الدالة ديت بتبحث عن رقم او عن element. قال لي return يعني بيرجع منها true اذا ال element found، اذا العنصر اللي انا ببحث عنه موجود في الستاك. otherwise اكيد بيرجع منها false. يعني الدالة ديت بيرجع منها true or false. الترو امتى؟ اذا العنصر اللي انا ببحث عنه موجود، فولس اذا كان غير موجود. بعد ما نعمل دالة سيرش هنروح ننشئ ستاك. قال لي هنا كرييت ستاك، والستاك قال لي ضيف له اربع ارقام. قال لهم ايه بقى الاربع ارقام؟ 5 و10 و15 و20. ثم ديليت، الغي لي ذا لاست element، الغي الاليمنت الاخير. ثم سيرش، ابحث عن 20 في الستاك. تمام. اولا الكلاس اللي بينشئ النود، وده شرحناه قبل كده. فكره الاي يا جماعه معناها ابستراكت داتا تايب. الناس كلها متلخبطه في كلمه اي دي تي. اي دي تي معناه ايه؟ ان انا بعمل كلاسات عامه. عامه يعني نوع البيانات، بدل ما اكتب له هنا انتجر بكتب اي. اي يعني نوع بيانات هيتحدد بعدين. فده كلاس لانشاء نود. النود دي بيكون فيها element فيها قيمه، والقيمة دي نوعها ايه؟ يعني ممكن تكون انتجر فلوت دبل اي جي. وكل نود لها نيكست بيشاور على العنصر التالي، ده شرحناه قبل كده في اللينكد ليست. طبعا كل نود اكيد عندها جيت اليمنت، جيت نيكست، سيت نيكست، سيت اليمنت. ثم الكلاس اللي بتاع الستاك اللي اسمه ايه الكلاس؟ الكلاس هنا اسمه ال ال ستاك. كل ستاك في ايه؟ كل ستاك بيكون في توب وفي سايز. السايز اللي هو فيه كم عنصر، نمبر اوف اليمنت، كم عناصر الستاك. طبعا ده ستاك اتعمل على فكره اللينكد ليست. وعنده توب اللي هو ايه؟ اخر واحد ادخل اللي هو اللاست ان. طبعا في هنا الكونستراكتور، وفي سايز، وفي داله اسمها از امبتي، وفي داله اسمها توب بتجيب لي الاخير، وفي داله اسمها بوش بديها قيمه. فبتنشئ لها نود، انا برسل لها القيمه بس، هي بتنشئ النود وبتخلي النود دي هي الطب. وفي داله اسمها بوب بتلغي الاليمنت الاولاني اللي هو الطب، وبتخلي اللي تحت منه هو الطب الجديد. صح. انا مش هعمل ده، هو قال لي اعمل داله اسمها سيرش. هاجي فوق اقول له هنا ايه؟ بابليك. تمام. الداله دي نوعها بوليان. ليه بوليان؟ لان بيرجع منها ترو اور فولس. اسمها سيرش. داله السيرش انا ببحث عن مين؟ ببحث عن متغير، ممكن اقول مثلا اي او عنصر. الاي ده نوعه ايه بقى؟ نوعه اي كابيتال. خلينا اقول ده مثلا ان او نم، اختصار لكلمه نمبر. اه يعني داله سيرش ببعت لها الفاليو اللي نوعها اي. قلنا اي دي ممكن تستبدل الى بعدين انتجر، فلوت، دبل، كاركتر، سترينج، موظفين، كلاينت. داله سيرش بتعمل مرور على كل العناصر الموجودة في الستاك. صح. اذا لقت العنصر ده موجود تعمل ايه؟ تقول ان هو يس اور نو. انا ازاي امر على عناصر اللينكد ليست؟ ودي شرحناها قبل كده في اللينكد ليست. اذا عندي لينكد ليست عشان امر عليها فانا باجي اقول فور. صح. طيب اللينكد ليست معروف ان احنا عندنا ان الطب هو اللي فوق. تمام. فانا باجي اقول هنا ايه؟ هاجي اعرف من كلاس اسم نود. نود اسمها ان، اقول ان ان تساوي ايه يا جماعه؟ تساوي طب. يعني ان حاليا هي الطب. صح. انا بدات من الطب واقول له هنا طالما ان ان لا تساوي نل. وكل مره باجي اقول له هنا ان ان تساوي ان دوت جيت نيكست. يعني انا بقول له ابدا من الطب، ولما بتعمل تيست على الطب روح للنكست اللي بعد كده. هروح للنكست اللي بعد كده ازاي؟ اما اجي اقول ان تساوي ان دوت جيت نكست، يعني هات التالي. صح. مش هما متصلين ببعض زي كده؟ انا كتبت كود مرتبط بفهم اللينكد ليست، قلت له ان الطب ده اهو خليته هو نفسه الان. تمام. الان هاجي اشوف القيمه اللي هنا.
اذا كانت هي اللي انا عايزها ماشي، مش عايزها هروح للي بعد كده. فالان هيروح للاليمنت الثاني ثم يبدأ يمشي الى الاخير، صح؟ فانا بقول له طالما ان انا عند الطب وبعدين ان لا تساوي نل، يعني طول ما في نودز، طول ما في عناصر جاية، وان كل مرة بيروح للعنصر التالي عن طريق جيت نيكست، تمام. هاجي اقول له هنا اف، اذا النود الحالية اللي عندها ده اللي اسمها جيت element. جيت element هات القيمة المخزنة، اذا كانت تساوي النم الرقم اللي انا ببحث عنه، صح؟ هاجي اقول له هنا return true. طب السيرش ممكن ينتهي بدون ما يلاقي العنصر، فانا باجي اقول له كده في الاخر return false. الريتيرن فولس هتشتغل فقط اذا الاف فشلت في ان هي تجد العنصر المطلوب. يعني اذا ده كود يا جماعه لازم نكونوا فاكرين اللينكد ليست، ان انا همشي على الليسته من اول، والاول عندي اللي هو الهيد او الفيرس سميته طب، ابدا من الطب وابدا روح للعنصر اللي بعد كده. امتى يوقف؟ اول ما يكون العنصر التالي او اللي عليه الدور نل، يعني لما توصل الى الاخير. اذا العنصر او النود الاليمنت اللي فيها يساوي نم الرقم اللي ببحث عنه ريتيرن ترو. اذا الاف ما اشتغلتش ولا مره واللوب خلص في الاخر بقول له ريتيرن فولس. ادي كود السيرش. طب عملنا داله السيرش، هنروح بقى نعمل كلاس اسمه تيست. نيجي في التيست نعمل ايه؟ نيجي ننشئ من الكلاس اللي اسمه ستاك، او اللي احنا هنا سميناه ال ستاك. هو الكلاس عندي اسمه دبل ال ستاك، يعني لينكد ليست ستاك. لما اجي انشئ ستاك باجي افتح قوسين، القوسين دي معناها ان الكلاس الاصلي كان ابستراكت داتا تايب، يعني مكتوب كده حرف الاي فوق معناه ان نوع البيانات مش معروف، انا عايز ياخد ارقام. فهاجي اكتب له هنا كلمه انت، اقول له هنا ايه اعمل لي ستاك، ممكن اسميه اس يساوي نيو، ارجع اكتب اسم الكلاس ال ال ستاك، وبعدين احط برضو انت ثم افتح قوسين زي كده. يعني انا بنشئ اوبجكت، ولكن لما باجي اكتب هنا يا جماعه بكتب انتجر كاسم الكلاس. ليه؟ انا لما باجي اكتب بكتب انتجر اسم الكلاس. هو في فرق بين انتجر وانت؟ اولا انت هو بريماتيف داتا تايب، لما باجي اكتب بكتب كلاس اللي هو اصل الانتجر، يعني حتى لما بكتب دبل بكتب دبل الدي كابيتال. فانا كده عملت اوبجكت من نوع ستاك، او عملت ستاك بياخد ارقام، تمام. طب هو قال لي ايه في السؤال هنا؟ قال لي اعمل ستاك ثم ضيف 4 نودز، ضيف 5 و10 15 و20. ازاي اضيف على الستاك؟ الستاك انا سميته اس، باجي اقول له اس دوت في داله اسمها بوش، ضيف لي الخمسه، صح؟ انا ضفت الخمسه، اظن اللي جاي سهل جدا، عايز اضيف 4 نود، فهكرر امر البوش كده، تمام. اقول له انا 5، وهضيفهم على فكره بالترتيب 5 10 خمسة عشرة خمستاشر عشرين. كده احنا عملنا اول حاجتين. ايه اللي بعد كده؟ ديليت الغيلي the last element. هل الكلاس بتاع ال ال ستاك عنده دالة بتلغي ال last element؟ هو ال last element يقصد مين؟ اخر واحد داخل، اخر واحد داخل اللي هو الطب. لما دي سهلة، اما اجي اقول له هنا الستاك في دالة اسمها بوب، بوب معناه الغي الاخير، تمام. بعد كده بقى قال لي في الاخر ابحث او سيرش عن 20. اساسا 20 هو اللي داخل دلوقتي الطب، انا لما ضفت 5 الاول فكانت هي تحت خالص، ثم 10 فوق، ثم 15، ثم 20. ليه؟ لان احنا لما نيجي ننشئ الاستاك الخمسة هتتحط تحت، ثم يجي يضيف ال 10 فوق، ثم 15، ثم 20، هو بيسموه لاست ان فيرست اوت. انا عايز ابحث عن 20، هاجي اقول اف. ليه اف؟ عشان اكتب جمله، بقول له الستاك دوت في داله اسمها سيرش ابحث لحضرتك عن ال 20. اذا ال 20 دي موجوده فطبعا الداله دي بيرجع منها اما ترو اور فولس. اذا الداله دي جاب لي منها ترو او else لو جاب لي فولس، في الترو هقول له هنا ايه سيستم دوت اوت دوت، احط جمله طباعه، صح؟ اقول له هنا ان 20 is found. امتى يطبع الجملة ديت؟ اذا دالة السيرش جابت هي ترو، معنى جابت هي ترو ان العشرين موجودة، هنا اقول له is not found. امتى هطبع is not found؟
اذا دخل في الالس يعني الجمله جابت فولس او الداله. لو قلت له كليك يمين ران فايل هنلاقيه هنا بيشتغل ويجيب لي الاوتبوت. تمام، الاوتبوت بقى طلع هنا ايه؟ قال هنا ان 20 از نوت فاوند. عارفين لو كنا وقفنا الامر ده كده وقلنا له خلي ال 20 وما تعملهاش بوب، لو قلت له كليك يمين ران فايل هنلاقيه جاب لي ال 20. فممكن في الامتحان طبعا هيجيب لي ان انا انش ستاك، اضيف قيم، الغي مثلا. الاختلاف اللي ممكن يختلف من طالب او من امتحان لامتحان ان هو يطلب دالة غير دالة السيرش. يعني ممكن اعمل دالة للسيرش، ممكن اعمل دالة لاضافة، ما في بوش في بوب، ممكن اعمل دالة لعكس الستاك زي اللي موجودة في المحاضرات. فالفكرة هيكون في دالة هتضاف ثم استدعاء الدالة في الكلاس التست. اعتقد الفكرة ان شاء الله سهلة، اتمنى تكون واضحة والتوفيق للجميع.